إذا سنبدأ حصة اليوم وسنبدأ بتاريخ اليوم، انظروا معي، تاريخ اليوم هو الخميس 23 من أبريل 2020. قلنا الخميس هو يوم من أيام، نعم هو يوم من أيام الأسبوع. أبريل هو شهر من شهور السنة. إذا في هذه الحصة يا أعزائي الصغار سنتعرف على الأشكال، على كتابة العدد 5 ثم الخطوط. سنبدأ بالأشكال. إذا هذا الشكل هو دائرة، مربع، مثلث، مستطيل، بيضاوي. الآن سنكتب العدد 5. إذا الخطوط التي نحتاجها لكتابة العدد 5 هي خط أفقي، عمودي، نصف دائرة. خط أفقي، عمودي، نصف دائرة. الآن سنتعرف على الخطوط. إذا هذه الخطوط هي خطوط عمودية، خطوط عمودية. هذه الخطوط هي خطوط أفقية، هذه الخطوط هي خطوط مائلة. وفي هذه الوحدة التعليمية الجديدة سنتعرف على خط جديد وهو الخطوط الملتوية، الخطوط الملتوية. بعد هذا سأنتقل بكم يا أعزائي الصغار إلى حصة التفتح، مادة التفتح. إذا قبل أن نتعرف على هذا التمرين، لاحظوا معي، سنتعرف على خاصية أقل أكثر. ما معنى أقل أكثر؟ لمعرفة ذلك سننجز بعض التمارين. انظروا معي، إذا سنحسب عدد كل مجموعة. لدي مجموعتين، المجموعة الأولى تتضمن نجوم والمجموعة الثانية تحتوي على مثلثات. إذا نحسب عدد نجوم في هذه المجموعة. إذا 1 2 3 4. إذا ونكتب العدد 4، نحسب المثلثات. كم لدي من مثلث؟ 1 2 3. إذا المثلثات أقل من النجوم، لأن لدي 3 فقط من المثلثات ولدي 4 من النجوم. إذا النجوم أكثر من المثلثات. سنحسب الآن عدد الكؤوس. لدي كؤوس زرقاء وكؤوس خضراء. إذا نحسب عدد الكؤوس هنا، 1 2 3 4، 4 كؤوس زرقاء، 1 2 3، 3 كؤوس خضراء. إذا من الأقل ومن الأكثر؟ إذا الكؤوس الزرقاء أكثر من الكؤوس الخضراء، والكؤوس الخضراء أقل من الكؤوس الزرقاء. إذا لدي هنا مجموعة من الكرات، لدي نحسب كرات هذه المجموعة، 1 2 3. إذا كرات صفراء. إذا نحسب الآن الكرات الخضراء، 1 2 3 4. إذا الكرات الخضراء أكثر من الكرات